مع جيمي باتشيكو وضربة حرة من اليمين لمصلحة الجولة خطيرة حلوة. الهدف الأول، الهدف الأول، الفرصة الأولى بهدف أول. والتر مواليا يبصر نش، هو الهدف الأول للجولة يا ولد. والتر مواليا هو اللي بيحضر بالهدف الأول، هو والتر، هو بواليا. الكرة لأسامي الإسلام محارب لمين، وهنا المرة دي بواليا. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا بواليا، يا ولد يا بواليا، يسجل التاني للجونة. الكرة عملت بند ونطت، لكن شوف بواليا بقى، شوف المهاجم لما بيعمل بقاله موسمين. وادي كورة انفراد، انفراد والتاني. أنا بنت عربية وبحبك الخطأ وبحبك من زمان، وضع انفراد تام وصريح كله مليان حنان. جوزيف جونيثا الهدف فعلا في تصل الأدي الإعادة، وفريق طنطا يوم الجمعة 9 أكتوبر طنطا من المقاولون وافع يوقع في شباك طنطا هدفين، هدف بالهدفين. بواليا 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 تتلعب على طول على القائم الثاني، والضربة راسية وجول جول 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 جول. ويلتر بواليا الزامبي اللاعب البديل بواليا في الدقيقة 87 بينجح الرصاصة النحاسية. اللاعب الزامبي المحترف بيضع في إضراب. والتعادل السريع جدا، نقطة التعادل بعد 20 سجعكة أمامية. الدنيا حلوة والتر بواليا خطيرة، التصويب والهدف جول. روعة زي تسلم رجليك يا على طول يا بواليا، وتصويبة جميلة جدا. ركز عليه رضا شحاتة، ادي كورة وفرصة وعرضية حلوة. ممكن جول 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 جول. ويلتر بواليا 74 او من كده. هالاند كيامبالي على طول بيلعبها للاعب الزامبي. وكلام حول اللقاء اللي اقتربت احداثه من النهاية. ويلتر بواليا بيستلم في نص ملعب طريق وادي دجلة في العمق، بيلعبها لأكرم توفيق، حركت في الجهة اليسرى، كيامبالي يدخل يقترب. الله 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 الله، يقترب يزن بهدف في مرمى فريق وادي دجلة بعد دقيقة 88. ادي التحرك، ادي آلان كيامبالي الاوغندي الى الجون. عنده خطوه صح حلوه سحريه، وتقطير العرضيه قويه، اللمسه الراسيه والهدف جول 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 جول. الهدف القاتل، جول الواليه يسجل